ونرجع على ان الانسان ربنا سبحانه وتعالى منحه قدرات هائله جدا جدا جدا، بس احنا مش عارفينها، عايزين نعرفها ان شاء الله. يعني عشان برضو ندخل في موضوعنا بتاع النهارده، بس عايزين نلخص للناس ان المؤمن بالله من جميع الديانات وليس الاسلام فقط هو اللي مسلم امره لله، المستبشر خير، الراضي بقضائه، اللي عارف مقامه وعارف ما اختص به الله، وان كل ما هو كائن بنفس علامات الله، وكل ما هو كائن هو يعني مقدر من الله، واللي ربنا عايزه هو اللي هيكون. فالمسلم او المؤمن بالله هو اللي مسلم امره لله، المستبشر خير وليس الخائف المضطرب الكذا الكذا الكذا، وخاصة ان ربنا سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد. فربنا خلق في الانسان اقوى سلاح ممكن يواجه به كل ما يعتريه، لكن احنا ما بنستخدمهوش كما امرنا ربنا. الموضوع اللي احنا اتكلمنا فيه اللي هو عن الهالة وعن الذبذبات الدماغية وعن الموجات اللي هي اللي بتاعة القلب والمخ والكذا والكذا، فلازم نعرف ان الموضوع ده حقيقة، وان الهالة دي محصنة من كل ما يمكن ان يعتريك، سواء تقني او سواء شيطاني. يعني سواء الهالة اللي داخل الانسان يعني لا تحصن. الهالة المحصنة للانسان، الهالة يعني تحصين للانسان، الهالة المحصنة للانسان دي بتقوى عن طريق الايمان والطاعات والطاقات الخيرة والإيجابيات، وكل ما أمرنا به في جميع الأديان، الأخلاقيات الكويسة، إن المؤمن يبقى مشاء في الخير، إن هو يبقى مرتبط مع ربنا ومراقب له، إن هو في كل وضع يبقى مستدعي إيمانياته. فدي حقيقة، ودي حقيقة أقرها العلم الحديث، إن الهالة دي واخدة بصمة البني آدم، وكل إنسان له بصمته. حتى على فكرة مثلا أي حد مثلا بيجي يعمل حد سحر أو عمل أو كده، لما بيجيبوا حاجة من قطره، هي الحاجة اللي من قطره دي عشان يتوصل بها البصمة، بيبقى فيها البصمة بتاعته الذاتية، فهو بيتوصل ليه عن طريق البصمة اللي هي في الهالة بتاعته دي. فأساسا يعني حكاية الحفاظ على القوة المحصنة والتحصين الدائم، التحصين الدائم ده اللي احنا محتاجينه حاليا، اللي هو العودة لسبيل الله القويم، العودة للارتباط بالله، نبذ كل ما أبعدنا عن الطريق السوي. لأن احنا الفترة اللي فاتت كل الحاجات اللي احنا أفعال شيطانية احنا شفناها قدام عينين، حتى إن الشيطان ينزغ بينهم، إيقاد العداوة والبغضاء، وإن إحنا كل واحد طرف يكره التاني، وكل واحد حتى اللي بيتكلم يعني سواء اللي مش ديني أو الديني، الكل بيبحث عن عصبيته. ورسول صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ ليس منا من يدعو إلى عصبي، أو إنه يتعصب لمجموعته. الكلام ده كله خاطئ، إحنا عايزين كلنا نهتدي بهدي الله والطريق السوي، ونلتزم ما أمرنا الله به، وليس لانتصارات شخصية أو لأطماع، لأن جرينا وراء الأطماع أو كذا أو كذا أو كذا، كل ده هيودينا كلنا، هيغرقنا كلنا. يعني لا حد هينتصر على التاني، وهم ده اللي عملوه فينا من زمان. فهي النقطة بس باختصار، إن الهالة دي زي ما بتحصن من النواحي الروحانية، بتحصن من نواحي دي عبارة عن طاقة، دي موجات كهرومغناطيسية بتحصن الجسم، دي بتزداد بالطاعات، بتبقى أقوى ما يكون عند يعني الصالحين أو المؤمنين عن الكفرة، يعني وطبعا أعلى حاجة عند الأنبياء والصالحين. النقطة إن أنت في إيدك إن أنت تلتزم بالمنهج الرباني، وإنك أنت تبقى مسلم أمرك لله، وعارف إن كل ما هو آتي هو قدر من الله، وإن ربنا ليس بظلام العبيد، وربنا حميك لو أنت استجرت بربنا. استجرت بربنا ازاي؟ بفعل الطاعات، باتباع الطريق السوي، بالبعد، ما اذيش الناس، ما حقدش على الناس، ما غلش على الناس، الكلام ده كله هو ده المفهوم، باتباع الشياطين اللي هي ضربت فينا اساسا. يعني حتى احنا لو نتذكر مثلا قول اللي قاله الحاخام بتاع اسرائيل مثلا من زمان، متى مثلا نهزم العرب ونبيدهم عن بكرة أبيهم، لما قال له حينما يكره العربي أخاه العربي أكتر ما يكره الإسرائيلي. إحنا دلوقتي مش بس إن إحنا بنكره اللي حوالينا أكتر من الإسرائيلي، لا، ده إحنا بقينا يعني إيه، إحنا ممكن نذبح بعض في أي وقت، وده فعل الشياطين، ده فعل الشياطين. المهم، فالنقطة إن الهالة ديت المحصنة، الهالة دي قادرة على إن هي
تحمي الانسان من اي حاجه من من الاختراقات. تاني حاجه الهاله دي بتفضل مصاحبه، والهاله دي اثبتت في جميع الاديان، يعني مثلا في احاديث كتير في القران نورهم يسعى بين ايديهم وكذا، وربنا اتمم لنا نورنا، وان حتى المنافقون حتى انها بتستمر مع الانسان لان هي بتبقى ملازمه ليه، حتى بتستمر معاه في الاخر يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يوم القيامه لما المنافقين بيقولوا للمسلمين انظرونا نقتبس من نوركم، فقال لهم ارجعوا يعني ايه ما انتم عملتوش كده في حياتكم الدنيا، انظرونا نقتبس من نوركم. فالهاله النورانيه دي بتصاحب الانسان حتى في اخرته، لان هي من سمات روحه، وروحه هي اللي بتمدها بالطاقه بتاعتها. تمدها ازاي؟ ان اصلا يعني ده من اكبر الحاجات اللي هي الانعكاس الروحانيات على الناحيه الماديه، ان معظم الامراض اللي بتصيبنا ومعظم النغز الشيطان اللي بيصيبنا ومعظم كذا بيبقى اساسه روحاني لا مادي. وزي ما قلنا ان القلب هو شاكرة القلب هي المضغة الواصلة بين الكيان المادي والكيان الروحاني، عشان كده القلب اتذكر كتير في القرآن ان هو موطن البصيرة، ان هو موطن الذكر والغفلة، ان هو موطن الاستيعاب نفسه، موطن الخوف، موطن الإيمان، موطن كذا موطن كذا. فالقلب بيقوى بالطاعة والتزام الصح والتحصن بالله دائما وتسليم أمرك ليه. تاني حاجة ان احنا اللي احنا بنناقشه ده عشان نعرف بيه، احنا هنشوف النهاردة برضو بعض حاجات تجارب من اساليب الاستحواذ اللي هي ممكن ايه تلاقي اصوات مثلا جواك وهي بتبقى معمولة بطريقة تقنية وكذا وكذا، ممكن تجننك، ممكن تحسسك بكذا. هنشوف برضو بعض حاجات لما نتكلم بقى الموضوعنا. قبل ما ادخل في موضوعنا عايز اتكلم عشان الناس برضو تفهم عن المخطط الشيطاني. ما هو الشيطان؟ ها؟ الشيطان ربنا أعلمنا بيه سبحانه وتعالى. الناس مثلا بتنتقد انت بتعظمي من الشيطان، بتعظمي من أتباع الشيطان كذا. طب إذا كان ربنا سبحانه وتعالى قال لنا على أساليب اللي توعدها الشيطان وأساليب إغوائه، طب لو احنا فرضنا أن ربنا سبحانه وتعالى تركنا كده من غير تحذير ومن غير ما ورينا الأوجه ديت أن هو قال كذا وتعهد على الإنسان بكذا وكذا وكذا وكذا، طب تعالوا نتخيل هل كنا احنا هنعرف يعني ايه اللي بيحصل او ازاي نتوقعه او كذا او كذا او كذا؟ فزي هنرجع زي ما قلت ان العلم بالشيء من اكبر اساليب مقاومته. يعني انت لما تعلم ان في تقنيات قادره على انها تعمل اصوات صادره من جواك وكذا وكذا وكذا، سيبك من كذا وكذا ودولت، خلينا في الموضوع. فانا يهمني برضو هنا ان الشيطان قعد قرون طويله او من بدايه البشريه وهو بيدرس في ابن ادم، لان ابن ادم هو قاعد في الارض ومنظر في الارض، ها، عشان يدخله الجحيم. شغلته يعني هو شغلته انه اكبر عدد من الناس يجرهم للجحيم الا عباد الله المخلصين. ان ربنا تعهد وهو نفسه عارف الا عباد الله المخلصين. ليه؟ لان هو من ساعه ما كان في الجنه قاعد ينظر لابن ادم، وفي الحديث الشريف ان هو لما لقى ان هو له مداخل علم انه خلق خلقا لا يتمالك، يعني عارف ان الانسان له مداخل. فهو ازاي بقى يوصل الانسان لحاله من الضعف وحاله من التفكيك انه يعرف يدخل له من المداخل دي؟ هي دي شغلته من بدايه عمره. بدايه عمره بيدرس في البني ادم، في حين البني ادم ما يعرفش، اغفل عن دراسه عدوه. يعني البني ادم دايما بيغفل دراسه عدوه في الوقت اللي هو كل شغله الشاغل دراستك انت. ليه؟ لان هو مش زي ما احنا فاكرين مثلا الحروب دي مجرد ابادات وسيطرات وبتاع، لا، الهم الاساسي ايه؟ هو الوعد الاولاني ان انا عايز انتقم من ذريه ادم، فعايز ادخل اكبر عدد في النار. طب هل اكبر عدد ده هم اللي كانوا عبدوه او انجروا له طوعيه؟ لا، بالعكس، ده اكبر العدد ده هم اللي رضوا الضلال على نفسهم وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. هم اتجروا للشيطان فاتسحبوا، فظنوا انهم على خير او على طريق سوي، ونسوا منهج الله، ونسوا مقامهم، ونسوا حفظ مقامهم ومراد الله في خلقه، وخلاص قبلوا على نفسهم الضلال. فهو اكبر عدد اللي هو عايز يدخله مش هم اللي عبدوه طوعيه، دول مش مشكله، لكن هي النقطه بقى نيجي لفكر الشيطان نفسه. الشيطان نفسه عشان نفهم بقى اللي بيحصل ده ايه، فكر الشيطان نفسه، الشيطان نفسه
بداية عشان يكون حزبه الفعل في الأرض اللي احنا بنتكلم عليهم دول، أو اللي هم مثلا زي ما احنا بنتكلم على الألوميناتي أو المسيطرون على العالم أو حكومة العالم الخفية أو كذا وكذا، دول حزب الشيطان من الإنس. طبعا هو معاه حزب من الجن، يعني شياطين الإنس والجن، لكن ربنا قدم شياطين الإنس، لأن غير ما احنا فاكرين مثلا أن الشياطين أو الجن عندهم خوارق وكذا وكذا وكذا، الشيطان أقوى. الشيطان الإنسي أكثر فعالية، البني ادم واوسع حيله من شيطان الجن واكثر دمارا فهي انا اللي يهمني اصلا في صفات الشيطان، مش حكايه خوارقه، لان كيد الشيطان كان ضعيفا. لو انت مؤمن صح، كيد الشيطان كان ضعيف، ولا هيقدر يعمل حاجه. هتبص تلاقي ان قوه ربنا، ان كل اللي بيحصل ده هباء بالنسبه لربنا. لكن انا اللي يهمني ايه في الشيطان؟ ليست خوارقه، ليست تخفيه، ليست إمكانيته على التداخل والألعيب والكذا 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 والكذا. أنا اللي يهمني في الشيطان، أو اللي يجب أن أتذكره، إن الشيطان عارف إن الإنسان خلق، يعني لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول وخلقنا الإنسان من عجل، من مادة العجالة، إنسان متسرع دايما، متسرع على رزقه، متسرع على كذا، متسرع على كذا، متسرع على كذا. عشان كده ربنا في أكبر حسه للمؤمنين بيه حس على الصبر أكتر من أي شيء، بل جاز على الصبر، مع أن الصبر ده من أحد أهم الأمور اللي هي تحميك من المهلكات، لكن برضو جزاك على الصبر. في حين أن الشيطان صبور جدا ودؤوب جدا، جداً. الإنسان نساي، في حين أن الشيطان ما ينساش ويعمل بجد واجتهاد على تحقيق وعده من البشرية. طيب الشيطان لما كان في وعيده لبني آدم قال إيه؟ فبعزتك لأغوينهم أجمعين. من ضمن الحاجات بقى اللي توعدت، غير أنه هو يأتينا عن اليمين وعن الشمال والكذا والكذا والأشكال المختلفة، لكن أهم حاجة إيه؟ لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يعني إيه لأقعدن لهم صراطك المستقيم؟ إن أنا هدمر بالنسبة لهم أو من وجهة نظرهم كل ما خلقته فطري، أو كل ما خلقته على الفطرة. حتى فطرة الإنسان نفسه، يعني ربنا سبحانه وتعالى من كرم ربنا بالإنسان إن هو أشهدنا قبل وجودنا في عالم الذر، ها؟ ألست بربكم؟ قالوا بلى، أو شهدنا إن هو ربنا. في نفس الوقت حمل، يعني لما عرض الأمانة على السماوات والأرض وقابلها الإنسان، فالإنسان بأساسه أو بفطرته هو عابد لربه، مؤمن به، بيخلق على الفطرة اللي هو مؤمن بها. يتلقاه بقى الشيطان، هو بيدمر الفطرة دي فيه، لكن من رحمة ربنا انه بعت رسل وكتابات ورسل وكتب سماوية وكذا، ومن رحمة ربنا العظمى انه هو آخر كتاب أو الكتاب اللي هو الخاتم اللي هو تعهد بحفظه عشان ما لعبش في الشيطان، تعهد بحفظه وبيبعت في الأمة كل شوية من يجدد الدين، من يجدد للناس الدين، لغاية ما يجي وقت في فترات النهاية اللي هو اللي قال عليه سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه هيهجر القرآن ويرفع العلم. يرفع العلم إزاي؟ ليس برفع العلم، ولكن برفع العلماء، حتى ما يبقى بعدهم سوى رؤساء جهال بيفتوا بالغلط في الناس فيضلهم. طب إحنا عايزين نلحق بقى، يعني إحنا دلوقتي في فترة الفتنة، إحنا عايزين نلحق قبل ما ده يحصل، عايزين نلحق الصح قبل ما ده يحصل. ليه؟ لأن كل الرسالات السماوية حذرتنا من إيه؟ حذرتنا من فتنة الدجال، وليس من الدجال كشخص، يعني الدجال عنده علوم وعنده بتاع وعنده معاونين وتقنيات وبتاع، لكن حذرتنا من فتنة الدجال. فتنة الدجال يعني إيه؟ والدجال يعني إيه؟ صيغة مبالغة من الدجل. الدجل هو كل ما يخدع الإنسان، سواء بقى كان تقني روحاني كذا كذا كذا، حاجات كتير جدا. فهي الأساس بتاع المنظومة اللي إحنا بنتكلم فيها دي، هي ليست حرب تقنية، حرب رعب، حرب بتاع، لا، كل الحاجات دي في المقام التاني، لكن في الأساس هي حرب روحانية، حرب روحية أو حرب روحانية لطمس التوحيد والإيمان بالله. طمس التوحيد والإيمان بالله هو ده الأساس. طيب هكمل بس في حاجة بس قبل ما نفقد الحتة دي. طب أنا عشان أطمس التوحيد والإيمان بالله، وأنا عارف إن الإنسان بجبلته يجب أن يتبع إله، طب أنا يبقى أنا لازم أنصب نفسي إليه. فهو الشيطان عايز ينصب نفسه إليه،
هو وعد الدجال بملك العالم، وهو اصلا هو ما هو هيوديه في داهيه برضه، يعني هو حزب الشيطان ده ما هو هيوديهم هم اصحاب الجحيم، يعني هم هيوديهم في داهيه وبيستخدمهم. اوكي، بس هو عايز ينصب نفسه اليه. طب عشان ينصب نفسه اليه والناس دي تنفذ ما يريده الشيطان، ها، يبقى يجب ان يتمثل بالاله، يجب ان يحاكي الاله. طبعا يعني ايه سبحان الله جل وعلا عن اي تشبيه، وهو نفسه عارف، يعني هو نفسه لما جه في بيقسم بغوايه الانسان او بالانتقام منهم قال ايه، فبعزتك لاغوينهم اجمعين، يعني هو حلف بالله لانه عارف ان هو لا يستطيع باي صوره من الصور، ها، ان هو يضاهي الاله او يحاكي الاله او كذا، لا يملك القدره على صنع شيء، لا يملك القضاء والقدر، لا يملك كن فيكون، لا يملك اي شيء، لكن يملك الخداع والدخول من المداخل مداخل لبني آدم.